اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزايكم يا أحلى ناس؟ عاملين إيه؟ وحشتوني قوي. بس أنا عايزة أقول حاجة، أنا زعلانة منكم جدا عشان مش كل حبايبي لسه اشتركوا في القناة. مين اللي لسه مشتركش في قناتي الجديدة اللي اسمها قصص ومسلسلات رنا؟ القناة دي هتبقى نوعية تانية خالص، عايزاكم تشجعوني فيها وتكبر معاكم إن شاء الله، وتفرحوني بكومنت حلو منكم كده زي ما دايما بتفرحوني. هستناكم يا أحلى ناس هناك عشان تشتركوا في القناة وتشجعوني، والقناة دي هينزل فيها قصص كاملة ورومانسي واجتماعي ودراما وحاجات حلوة كتير. بتمنى الحاجات دي كلها تعجبكم إن شاء الله، وهسيب لكم رابط القناة في التعليق المثبت وكمان في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ قصتنا. الصبح فيفي نزلت وكان جدها فريد قاعد على السفرة وبيفطر. صباح الفل يا سيد الكل يا عم الناس، انت ده انت الاساس والباقي شنط وكيس. حيلك ايه كل المغازلات دي؟ انا كده هاخد على الدلع قوي، خدي بالك. ها، وإما كنتش انت تدلع مين يتدلع بس يا جدو؟ طب ده حتى الدلع يلي بيك، اول نعمة يلي بيك. بتبك يا شنتي، انا مش مرتاح لك، وطالما عمال بكش عليا من الصبح كده يبقى كده عايزه حاجه. يا دي الكسوف، هو انا مفقوسه يعني للدرجه دي يا جدو؟ بصراحه مفقوسه قوي على الاخر. ها اخلصي بقى قولي عايزه ايه. بصراحه كده يا جدي انا حاسه اني قاعده في البيت ده زي الكرسي بالظبط. والله مش بعمل اي حاجه غير اني باكل واشرب واتفرج على التلفزيون الكبير قوي اللي تحت في الصاله ده، وانا يا جدو طول عمري امراه عامله مكافحه، باكل من عرق جبيني وبجد بتعب لحد ما اكسب القرش، يعني لا مؤاخذه يعني مش واخده على قعده البيت دي ولا حتى اني استنى حد يديني فلوس عشان اصرف يعني. وبصراحه كده الوضع ده مش عاجبني وعامل لي قلق كده نفساوي. عامل لك ايه يا امه؟ عامل لي قلق نفسوي يا جدو، تعب لي يعني نفسيتي لمؤاخذة. لا طالما نفسيتك تعبانة يبقى الموضوع كبير وما ينفعش تسكت عليه. الموضوع كبير قوي يا جدو والله، عشان كده بقى أنا كنت عايزة استأذن حضرتك يعني، وعارفة أنك مش هترفض لي طلب لأنك يعني بتحبني قوي مش كده ولا إيه؟ كنت عايزة يعني استأذنك تشوف لي يعني أي مصلحة كده أشتغل فيها يعني، إن شاء الله يا رب يعني أفتح كشك سجاير في الفسحة اللي برا دي. فريد كان واقف وراها واسمعها وشدها من قفاها. ايه سمعيني كده اللي انتي قلتيه من شويه. سلام قول من رب الرحيم، انت بتطلع مننا يا زفت انت. الله زفت. سمعيني كنت بتقولي عايزه تفتحي ايه بقى في الفسحه اللي بره دي؟ هفتح كشك سجاير. فريد فضل ياخد شويك وزفير عشان يهدي نفسه وما يديهاش الم يلوح لها رقبتها. تعرفي ان انا نفسي افتح دماغك دلوقتي حالا على الافكار الجهنميه دي اللي مش عارف بتطلع لي منها منين دي؟ كشك سجاير يا متخلفه اللي عايزه تفتحي في الفيلا ليه؟ هو انت فاكره نفسك ساكنه في حدائق القبه ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، اوعى تضايقها لا تزعل. ها هي مين دي؟ القبه. كفك بقى ما تبقاش غتك كده وغشيم. امال الله، فريد رزعها بالقفا. اخرب بيتك. اتفضلي كفي اهو. اما انك مغفل بصحيح، ده ايه ضربه وبين بتاعك ده يا جدع؟ الله، هو انت ما تعرفش ازاي تتعامل مع بنات ولا ايه؟ بنات؟ انا بصراحه بقى مش شايف قدامي ايتها بنات. كير. طب خف كوميديا يا فنان لنموت يعني من الضحك. يا رب تموتي فعلا وارتاح منك عشان انا خلاص جبت اخري منك. نزل ايدك عن بنت عمك يا فريد، ما يصحش كده. وبعدين في ايه مالكم انتوا الاثنين عاملين زي ضرائر كده ليه؟ هو ما فيش مره تقعدوا تتكلموا مع بعض بالعقل ابدا؟ اجيب عقل منين بس يا جدي؟ وانا كل ما اشوف سحنتها ديت افقد اعصابي. ربنا يسامحك يا جدي على البلوه اللي انت بلتني بيها دي. معاك حق، انا بلوى ومصيبه وداهيه كمان. انا اصلا اللي غلطانه اني سبت بولا وسبت اهلي وناسي وجراني وجيت هنا، واستاهل ضرب الابايب لاني سبت الناس اللي بتحبني وجيت هنا. انا همشي يا جدي، همشي وارجع للناس اللي شبهي وانا شبههم. تمشي فين بس يا بنتي؟ ما كبري مخك انت كمان شويه. سيبها تمشي يا جدي، هو انت هيخلع عليك يعني شويتين بتوع دول؟ فريد اذا سمحت يعني مش عايز اسمع صوتك نهائي. سامع؟ فريد التزم الصمت واحترم جده. وفيفي كانت بتعيط بجد مش تمثيل، ولأول مرة تحس ان كرامتها اتجرحت وانها فعلا في مكان مش مرغوب فيها. الكلام اللي اقوله ده مش هيكرر تاني، عشان كده بقى ركزوا معايا انتوا الاتنين واسمعوني كويس قوي. انا ما عنديش احفاد غيركم الحمد لله، لان الحقيقة لو كنت خلفت غيركم كان زماني دلوقتي في مستشفى الامراض العقلية، ولان الحمد لله والشكر لله ما عنديش غيركم فلازم بمزاجكم او غصب عنكم اوفق ما بينكم واخليكم ضهر وسند لبعض، لاني لو مت في اي وقت مالكوش غير بعض انتوا الاثنين. بعد الشر عنك يا جدي، بس لو سمحت يعني يا جدي نبقى سند وضهر لبعض لو احنا اصلا طايقين بعض. ما هو انتوا ما تملكوش رفاهيه الاختيار، قلت لكم بمزاجكم او غصب عنكم انتوا الاثنين مالكوش غير بعض ومضطرين تقبلوا الوضع ده. ولد يا فريد، فيفي بنت عمك دي ملهاش غيرك، ولازم تكون عارف كده كويس قوي انها مسؤوله منك زي ما هي مسؤوله مني بالظبط، وفي حمايتك وفي رعايتك بعد موتي. وانت يا فيفي لازم تعرفي انك برضو مالكيش غير فريد ابن عمك،
وده اللي من لحمك ودمك وهيخاف عليكي بجد. ده هيخاف عليا انا؟ ده هين عليه يدفني في قلب الفيلا هنا ويخلص مني. والنبي يا جدي قول كلام غير ده. اللهم طولك يا روح، انا قاعد ساكت اهو يا جدي ومحترم حضرتك، انما هي بقى اللي لسانها مبري منها ديت هوصلها ان شاء الله. فريد لو سمحت ما تركز مع بنت عمك وما تنساش انها باجت البيت. ها ايه دي باجت البيت دي؟ قول دوشة البيت زيتة البيت، انما باجة دي مش متأكد منها بصراحة. ايه دمك سم؟ والله دمك سم ومش هتحك. عنك ما تحكتي اصلا. بس ارحموني بقى، انا خلاص ضغطي علي بسببكم انتوا الاتنين. اقول لكم اتفقلوا انتوا الاتنين، اللي عايز يعمل حاجة يعملها انا ماشي. جدهم سابهم وطلع على قطه وهما الاتنين واقفين يبصوا لبعض بتحدي. يا ملسم ترين يا مغرور يا معقد. الجد كان قاعد مع المحامي مرتضى. اعملي بس يا مرتضى في المصيبتين احفادي دول، انا حقيقي مش عارفه اتصرف معهم ازاي، دول جننوني خلاص. ربنا يخليهم لك يا فريد بيه، هما يعني هيطلعوا اشقيه لمين؟ ما هو اكيد لاهليهم الله يرحمهم جميعا. يعني من ناحيه الشقاوه فانا معاك في دي، مصيبه متحركه زي ما فريد بيقول، على عكس فريد خالص. فريد ما انت مربيه على ايديك وعارفه من صغره وهو عنيد ودماغه ناشفه زي ابوه، والمشكله بقى انهم هما الاثنين مش بيتفقوا مع بعض ابدا، ده دماغه في الشرق وهي دماغها في الغرب، استحاله يتفاهموا. احترت معاهم وما بقتش عارف احلها ازاي ولا اخليهم يتفاهموا ازاي، ودي محتاجه سؤال برضو يا باشا. جوزهم؟ الجد بص له باستغراب. ايه اجوزهم؟ ايوه يا باشا جوزهم، صدقني اي اتنين في الدنيا مهما كانوا مختلفين وعكس بعض لما بيتجوزوا بيبداوا يتفاهموا، لانهم خلاص بيتحطوا قدام الامر الواقع، فما فيش قدامهم غير انهم يستسلموا لحياتهم ويتفاهموا مع بعض عشان يتاقلموا على طباع بعض، وواحده واحده هيفهموا بعض وهيحبوا بعض كمان. يحبوا بعض؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. وليه لا يا باشا، سبحانه وتعالى هو اللي بيقلب بين القلوب وما فيش حاجه بعيد عن ربنا. ونعم بالله مرتضى ونعم بالله. وكالعاده يا ساده في المجنونه قاعده في الاوضه بتاعتها ومشغله الاغاني بقى على صوت وعماله تغني وتقول يا خلق لو هتناموا لا ثواني ما تناموش، هنقول على فرح الليمبي والابطال يا وحوش. فريد كان في الاوضه بتاعته وبيحاول ينام ومش عارف من الدوشه اللي عاملاها وعمال يحزبن عليها. وهم الخلق هيناموا ازاي بس وانت موجوده معاهم في نفس البيت؟ ما هو طبيعي ما يناموش، الله يتنام عليكي حيطه بعيده وتريحيني منك. ايه ده يا فريد ايه ده، انت عقل من كده اكبر من كده بكتير. انا هحاول انام وبمجرد ما ابقى ريلاكس هروح في النوم فورا. اكيد ايوه اكيد. حط المخدة على دماغه وبيحاول فعلا انه يكون ريلاكس وينام بأي طريقة، لكن صوت الاغاني اللي فيفي مشغلاها دخل في قلب صرصور ودنه من جوه، ورمي المخدة على الارض وقام قاعد على السرير وهو بينفخ بغيظ. لا البني ادمه دي ما ينفعش معاه ولا دو ابدا، ماشي ماشي كلبة. خرج من الاوضة وكان رايح ناحية اوضتها ووقف وفضل يخبط عليها، ما كانتش سامعة، ففتح الباب فجأة ولقاها واقفة وبترقص، واول ما شافته اتفزعت. يخرب بيتك اللي انت عملته يا فندم محترم، انت ها في حد محترم وابن ناس يدخل على بنت الاوضه من غير ما يخبط؟ انت متخلف. قبل ما تتكلمي على الاحترام والاصول اعملي بالاصول انت الاول، اوطي ام الاغاني اللي انت مشغلاها على اخر دي عشان اتنيل اعرف انام. وانا بقى مش هوطي صوت الاغاني، وقلتها لك واقولها لك تاني، انا ليا في الفيلا دي زي ما ليك بالظبط، يعني انا حره اعمل اللي انا عايزاه زي ما انت كمان حر تعمل اللي انت عايزه. يا ماما الكلام ده عندها هناك ها مش هنا، وهنا بقى لازم جميع الاطراف تحترم بعضها، مفيش حاجه اسمها اعمل اللي انا عايزه وانت تعمل اللي انت عايزاه، احنا عايشين في مكان واحد يبقى نحترم بعض. تقصد تقول ان انا مش محترمه يعني ولا ايه؟ ها هو انت هتشكلي الكلام على مزاجك ولا ايه؟ انا ما قلتش ان انت مش محترمه، انا بقول نحترم بعض تفرق. والجد بينادي عليهم، فريد فيفي تعالوا لي انتوا الاثنين عايز اتكلم معاكم شويه. بصوا لبعض بقرف وراحوا على اوضه جدهم. طبعا انا عارف الكلام اللي انا اقوله ده هتستغربوا منه وهتتصدموا كمان، لكن الحقيقه انا فكرت كتير قوي في الحل ده ولقيت ان مفيش قدامي غيره. خير يا جدي؟ انت نويت يعني تبيع الفيلا وتشردنا ولا ايه؟ لا يا حبيبي جدك، انا نويت اجوزكم لبعض. فريد وفيفي في نفس واحد. ايه ايه زي ما سمعتوا كده انتوا الاثنين هتتجوزوا. لو سمحت يا جدي بلاش هزار في المواضيع دي، اصلا انا قلبي خفيف وبصدق بسرعه. ومين قالك بس اني بهزر؟ انا بتكلم بجد. نتجوز ازاي بس يا جدي؟ لا مؤاخذه يعني انا يوم العظمه تاخدني قوي وافكر اتعامل معاه على انه ابن عمي، بكبيري كده بقى اتصور معاه يوم خطوبته مثلا من باب يعني الشياكه والاناقه، وان احنا نبني الناس ان احنا اسره سعيده خفيفه لطيفه مع بعض، انما تقولي اتجوزه ده مش ممكن ابدا مستحيل. جدي ارجوك انا خلاص بجهز ورقي وراجع على تركيا، يعني مفيش مني اي ضرر من هنا ورايح، وممكن كمان اتنازل على نصيبي في الفيلا لفيفي لو عايز يعني، وانا مسامح وراضي، ما في الاول وفي الاخر بنت عمي برضو، انما تقولي جواز مش ممكن مستحيل.
ها خلصته؟ لا لسه، ثواني يا جدي. احب اقولك بقى ان لو فريد ابن عمي ده اخر راجل في الكوكب كله انا مش هتجوزه. واكيد انا مش محتاجه اقولك يا جدي انها لو اخر بنت على وجه الارض فانا مستغني عنها. هو ايه اللي لو اخر راجل مش هتجوزه ولو اخر ست انا مستغني عنها؟ هو انا باخد رايكم لا سمح الله ولا حاجه؟ ده قرار انا خدته ومش هرجع فيه. انتوا الاثنين هتتجوزوا وبالكتير قوي الشهر الجاي. فريد وفيفي بصوا لبعض والصدمه زادت. بس يا جدي مفيش بس. لكن يعني مفيش لكن، انا قلت هتتجوزوا يعني هتتجوزوا، خلص الكلام. وبعد ما خرجوا من اوضه جدهم كل واحد فيهم رايح جاي في الاوضه بتاعته بيضرب اخماس في اساس ومش عارف يتصرف ازاي. ده على اخر الزمن انا اتجوز القلاسه ده؟ بقى انا على اخر الزمن اتجوز ام سبع السنه دي؟ وعند فيفي، طب وبعدين بقى في جدي اللي منشف دماغه ده هنعمل فيه ايه؟ طب وبعدين اعمل ايه في جدي اللي ركب دماغه ده ومصمم على الجوازه دي؟ انا ما تعودتش اعصيله كلمه، لكن مش لدرجه يعني انه يختار اتجوز مين وما اتجوزش مين كمان. مفيش حل قدامي غير نقعد مع فريد بنفسه ونحاول نتكلم ونوصل لحل للكارثه دي. الحل الوحيد نقعد مع البلوه دي واحاول اوصل معاها الحل. خرجوا الاتنين من اوضهم واتقابلوا في النص. كنت عايزه اتكلم معاكي. وانا كمان عايزه اتكلم معاك. تمام تعالي ننزل نقعد في الجنينه. ونزلوا الاتنين وقعدوا في الجنينه وبدا فريد يتكلم. طبعا انت شايفه الموقف اللي مش لطيف ابدا اللي جدك حطينا فيه ده، صح؟ ايوه شايفه. واكيد انت كمان عارفه اني ماليش غرض للجوازه دي. عارفه يا اخويا عارفه. والاكيد اكتر بقى ان انت مالكيش غرض زيي ويمكن اكتر مني كمان. ماليش. هو انت هتفضلي تنقطيني بالكلام كده زي ما يكون حد ماسك لسانك؟ ما تتكلمي معايا كويس. الله، هتكلم معاك اقول ايه يعني؟ قولي اي حاجه، اقترحي عليا حلول المشكله اللي احنا فيها دي. بص، المشكله العويصه دي ما ينفعش فيها غير حل واحد، ان انا اقول لجدي ان انا مرتبطه، وانت برضو تقول لجدك انك بتحب واحده ومش هتقدر تتجوز غيرها، وما اعتقدش انه هيون عليه يكسر بقلوبنا ويبعدنا عن اللي بنحبه، وبكده هنكون خلعنا من التدبيسه اللي هو كان عايز يدبسها لنا وبكل الشياكه وكمان لباقه. ايه رايك؟ والله فكره مش بطاله. انا كمان رايي من رايك، نروح لجدي ونقول له زي ما انت قلتي كده. بس المشكله هنا اننا ازاي نثبت له بقى ان احنا فعلا مرتبطين؟ ما هو مش معقول يعني مرتبطين بالهوا كده. ايوه طبعا كلامك صح. يبقى احنا لازم نشوف حد من معارفنا يمثل دور الحد اللي احنا مرتبطين بيه ده، وبكده بقى جدي يقتنع ويسيبنا في حالنا بقى. فكره جهنميه فعلا، واثبتي بقى انك حفيده فريد المرشدي بجد. ذكاء خارق يا اخويا. خمسه في عينك، قول ما شاء الله كده ولا اي حاجه. ما شاء الله، ما تخافيش انا عيني بارده مش مدوره زي ناس. ها ابتدينا الغلط بقى وقله الادب. ها بس من حسن حظك اني مش فايقه لك خالص اتعارك معاك النهارده، عشان كده هقول لك تصبح على خير يا ابن عمي. سلام موز. هو انت من اهله الخير يا بنت عمي؟ وايه حد هنا خلص الجزء ده؟ ويا ترى مين البلوتين اللي هيجيبوهم عشان يمثلوا الدور ده؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.